الشمس بدأت تزداد كده في الأشعة وفي الوهج اللي هي حواليها، ده طبعا مختلف تماما عن الأيام اللي فاتت. وما زالت الفرصة يا جماعة مستمرة، ما زالت فرصة الرحمن سبحانه وتعالى مستمرة من الفوز بليلة القدر. اللهم اجعلنا جميعا من الفائزين بهذه الليلة، اللهم آمين يا رب العالمين. شايفين طبعا الفرق واضح جدا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو عنا. ده شكل الشروق يوم 26 من رمضان. الساعة دلوقتي 5:55، لأن طبعا لغاية الساعة 5:50 ما كانش فيه أي وضوح، لأن كان فيه ضباب كثيف جدا بيحجب رؤية الشمس، حتى كان بيحجب رؤية المنطقة اللي حوالينا. وزي ما احنا شايفين ان الشمس طبعا من بدايتها هي مش عارفين نبص لها وفيها شعاع، ولكن احنا كنا بنلتمس ليلة القدر في العشر الأواخر كاملة، ومنها الليالي الزوجية. بنشوف صبيحة ليلة 26 من رمضان عام 1444 هجرية، الموافق 17 من شهر أبريل عام 2023 ميلادية. كان شكل الشمس ايه، وهل في فرق بين الأيام السابقة واليوم؟ طبعا في فرق كبير جدا، واحنا معرفناش نشوف خالص الشمس في بداية لحظة الشروق، ولما ارتفعت في السماء أكتر بعد مرور 20 دقيقة ده كان شكلها. واضح جدا إن هي مختلفة تماما عن الأيام اللي فاتت. صحيح الشمس لونها أبيض أبيض خالص، ولكن انا مش عارفه ابص لها قوي، وكمان فيها هاله، الجو فيه بروده طبعا بما ان فيه سبوره وضباب. اللهم انك عفو كريم تحب العفو عنا. الكروان جه اهو، سامعينه؟ حتى الكروان اتاخر النهارده، الكروان بتاع امبارح ده اللي كان جميل قوي. شايفين يا جماعه؟ شايفين شكل الشروق عامل ازاي النهارده؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.